مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من حوار خاص. مشاهدينا، تشهد الساحة المصرية حالة من الجدل حول مستوى مشاركة مصر في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف إعلاميا باسم داعش، بخاصة بعد تصريحات سامح شكري وزير الخارجية الذي أعلن فيه عن تراجع المشاركة العسكرية في هذا التحالف. مصر لن تشارك عسكريا. ويأتي هنا السؤال، هل هذا حفاظا على ثوابت الجيش المصري أم هي مناورة لجني مكاسب سياسية وعسكرية من واشنطن مقابل المشاركة؟ هذه واحدة. أما الأخرى فيما يتعلق بداعش وماذا عما يثار حول هذا التنظيم في الفترة الأخيرة، وخصوصا أن البعض يتحدث، وخصوصا في مصر، البعض يتحدث على أن داعش أصبحت موجودة في مصر بالفعل ويحقق مع بعض الأفراد على أنهم يمثلون داعش. في نقطة أخرى سنعرضها أيضا في هذا اللقاء تتعلق بالتدخل المصري المحتمل في ليبيا بعد الكشف عن اتفاقية تعاون عسكري وقعت بين وزارة الدفاع وبين الحكومة الانتقالية في طبرق. كل هذه التساؤلات سأطرحها على ضيفي العميد صفوة الزيات، الخبير الاستراتيجي والعسكري، هو معي عبر سكايب من القاهرة. أرحب بك معنا سيادة العميد. نعم سيادة العميد، الحقيقة نحن أمام تصريح رسمي وواضح، سامح شكري وزير الخارجية يقول مصر لن يكون لها دور عسكري في الحرب على داعش. في المقابل جون كيري في زيارته للقاهرة منذ عدة أيام قال أن مصر ستكون على الخطوط الأمامية في محاربة داعش. يعني كيف نفهم الدور المصري في ظل حديث السيد سامح شكري أو جون كيري؟ يعني اعتقد ان السيد جون كيري نفسه لا يدري ما هي خطط العمليات التي يديرها البنتاغون الان والجنرال جون الين ومعه الجنرال مارتن دينسي. بمعنى ان علينا ان نتذكر ان امريكا عندما تتدخل عسكريا تصبح لديها طبيعه الدكتاتور، بمعنى ان حلفائها لن يعرفوا ما هو حجم القوات المطلوب منهم وما هي نوعيتها وما هي المهمة التي ستوكل إليهم إلا ربما في اللحظات الأخيرة. هذه طبيعة العمل العسكري الموحد أو المشترك، وهذه طبيعة القوة العظمى. دعني أذكرك في عملية أوبريشن ديزرت ستورم في حرب الخليج الأولى أو ما سمي آنذاك تحرير الكويت، كان هناك اجتماعات صاخبة والرئيس بوش ربما غير كامل الخطة التي كانت تعتمد على فيلق واحد سيعبر من وادي الباطل، وغير الخطة إلى مناورة التفات عميقة من اتجاه السماوة السلمان، ودفع بثلاث فرق كاملة. في كل هذه الأمور القائد مسرح العمليات وقائد القوات المشتركة وهو جنرال عربي ظل لا يدري، ولا يدري العرب أين سيتمركزون حتى ربما أوائل شهر 12 بعد تصديق مجلس الأمن على قرار 678 الخاص باستخدام الفصل السابع، وبدأ الكل يدري أين سيعمل وما هي مهمته وما هو شكل تمركزه. إذن الحديث عن صفوف أولى وصفوف أخيرة لا أحد يعلم حتى الآن. الرئيس أوباما يدير اجتماعاته على مدار الساعة، البنتاغون بخلية التخطيط مجهولة، لا أحد عربيا أو دوليا، حتى فرنسا وبريطانيا حتى الآن لا تدرك ما هو المطلوب منها في عملية التعاون. طيب. ده بالنسبة للجانب الأمريكي، لكن إذا طلب تحديدا من مصر مشاركة عسكرية في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تعتقد سيادة العميد هل ستقبل مصر أم لا؟ أعتقد أن المسألة في الشهور الأخيرة معقدة. نحن لدينا ربما نظام تحور من انقلاب عسكري في 3 يوليو، لدينا مشاكله الداخلية والخارجية، لدينا ربما ثلاثة أمور علينا أن نتذكرها تماما قبل خروج التصريح المصري بإعادة الأمور إلى أوضاعها. بمعنى أن لدينا أزمة طائرات الإمارات التي أقلعت من قواعد مصرية وقصفت طرابلس في 18 و 23 أغسطس، وبدأ الأمريكيون غاضبون للغاية
وتغروا المعلومات بعد يومين إلى نيويورك تايمز، وبعدها بساعات كانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا تصدران بيانا مشددا بأنه لا مجال للتدخل الخارجي في الشأن الليبي الداخلي، وبدأ واضحا أن الرسالة وصلت لمصر ولدولة الإمارات، ولكن أعتقد أنه ظل الأمر يحتوي على حساسية شديدة لربما تشدد الولايات المتحدة في عدم السماح لدولة من دول المنطقة الخروج خارج حدودها. الأمر الثاني، ربما عندما ذهب وزير الخارجية إلى مؤتمر جدة الخميس الماضي وربما حاول أن يمرر مسألة أن أصل داعش ربما وأصل التطرف يأتي من مصر تحديدا ومن جماعة الإخوان، وكأنه نقل الصراع السياسي الداخلي في مصر ليطلب دعما للجانب المصري أو للنظام المصري في الحرب ضد الإرهاب. بدأ الأمريكيون وكثيرون غير مقتنعين بهذا الأمر تحديدا، وأنا هنا في هذا الأمر أتوقف لحظة وأنبه الجميع، لا تذهب إلى مؤتمر دولي، والأخطر لا تذهب إلى مؤتمر يناقش عمل عسكري وتطرح مشاكل داخلية لديك. هذه كانت خطيئة بروز مشرف في باكستان، والتي على أثرها الآن الولايات المتحدة تنفذ عمليات تخترق السيادة الوطنية لباكستان لمدى 60 ميل للعمل في المناطق الشمالية الغربية، والأخطر أنه في عملية مقتل أسامة بن لادن في 1 مايو من العام. طيب. العام قبل الموت كان واضحا أن الولايات المتحدة نفذت العملية بكامله دون أن يدري الجانب الباكستاني. إذا حفاظا على السيادة الوطنية علينا جميعا أن نراعي بقدر كبير خطورة مثل هذه المسألة. الأمر الثالث، قبل ساعات من تصريح وزير الخارجية كان هناك بيان الاتحاد الأوروبي الشديد اللهجة الذي حمل ربما ودعاوي كثيرة ربما عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي كل هذه الأمور ربما تجمعت في سحاب ربما كثيف فوق العاصمة المصرية التي عندها قالت يبدو أن الأمر لن يكون مطروحا تماما من تواجد الجيش المصري في عمليات خارجية. طيب، يعني تقصد أن مصر تراجعت عن فكرة أي عمل عسكري ستشارك فيه ضد داعش بعدما رأت أن جزء من المتحالفين في هذه الحرب لن يقبلوا بفكرة شيطنة أو دعشنة جماعة الإخوان المسلمين وتحول الحرب من داعش على الجماعة في أقطار المنطقة المختلفة؟ أنا فهمت ذلك منك سيادة العميد. تماما، ربما أعود عليك الأمر. الولايات المتحدة لها مفهومها وتعريفها للإرهاب. الولايات المتحدة هي التي تقود العملية، كل ربما الدول الأخرى فيها الدول الأوروبية هي ظل باهت، وكما رأينا حتى في عملية نفاذ بروتكتور أو الحارس الموحد التي تمت في ليبيا، هي لا تريد أن توسع، لأن هذا ذكاء دائما من قبل القادة السياسيين الذين يديرون دول تدرك تماما معنى ربما العمل العسكري أو ضرورات الحرب، ويحاولون بقدر الإمكان أن يقللوا حجم الخصوم ومساحات ربما الاختلاف، لأن الأمر مرتبط بقوات على الأرض ودماء وثروات ربما ستفقد، ومسؤولية كبيرة في النظم الديمقراطية ربما توضع على ساحل أي رأي. طيب، حضرتك تحدثت عن التدخل المصري أو المشاركة في ضربة جوية مع الإمارات في ليبيا، وفكرة التواجد في تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يرى البعض أنه لا يمثل أي خطورة عموما على الدولة المصرية. هل يحاول النظام السياسي في مصر أن يقدم نفسه كعصا ضد ما يسمى بالإرهاب أو الحرب على الإرهاب في المنطقة، أم هو يستخدم كعصا لضرب ثورات الربيع العربي؟ سيادة العميد، هل استمعت إلى سؤالي؟ يعني أنا استمعت إلى جزء منه، وقد ربما أستطيع أن أجيب على هذا المدى من السؤال الذي وصل إليه. دعني أقول لك أن بلا شك أن النظام المصري القائم حالياً هو نظام ربما لا يتفق مع مسائل الربيع العربي، هو نظام يرى في التيار الإسلامي السياسي ولديه حلفاء في الخليج يرون أن التيار الإسلامي السياسي يشكل خطر. تعبيرات وربما الخطاب الجامع السياسي للنظام حاليا
هو ربما الحديث عن إمكانية العمل خارج الحدود المصرية. لدينا تصريحات ولدينا مصطلحات قيلت في عديد من الأمور، وحتى كان المشير السيسي ربما يستعرض ما يسمى بقوات التدخل السريع. كلمة التدخل السريع هي كلمة خطيرة للغاية، لأنها تعني دائما نشر قوات خارج الحدود. وأود أقول أن ربما أحد مقاييس الفعالية العسكرية في أي دولة ليست بالحجم ولا بالنوعية السلاح التي تملكه بقدر القدرة على النشر الخارجي. لدينا أوروبا على سبيل المثال أو الحلفاء الأوروبية، لدينا 2 مليون ربما جندي أو مقاتل، ويبدو أن لا يستطيعون أن ينشروا إلى خارج أكثر من 20,000 مقاتل. هنا حتى كبير بتصدر الولايات المتحدة على أن حلفائها ليس لديهم هذه القدرة. بلا شك يعني كل هذه الامور تضعنا جميعا في جانب ان لدينا نظام بلا شك هو على استعداد ان يقاتل خارج الحدود المصريه من اجل فكره الارهاب وفكره ربما مقاومه التيارات الاسلاميه. هل تعتبر ذلك تغيرا في عقيده الجيش المصري او محاوله لتغيير عقيده الجيش المصري من قبل النظام الحالي نظام السيسي أم لا سيادة العم؟ أنا أعتقد أنه إن أي نظام في مصر سيعزف تماما على أن يغير عقيدة العسكرية المصرية. ربما منذ المشير الجامسي هذا الرجل الذي ربما يتربع على عرش العسكرية المصرية عندما رفض ربما القرار، ولكن رفض في أدب شديد وربما في انتقاد دفين عندما رفض اتفاقية الاشتباك قبل الاشتباك الأولى في يناير 74، وتحديدا تحدث بلهجة ربما فيها عتاب شديد، لكنه عتاب الجنرال، عتاب الجنرال المحترم، الجنرال الذي حارب حروب مصر الكبيرة، وما عينه دمعت أمام هنري كيسنجر عندما طالب بسحب الآليات المدرعة المصرية من الشرق إلى الغرب ولا يتبقى الى حوالي ربما 30 دبابه. قال له الكلمه الشهيره: انت لا تعلم سيدي الوزير كم دفعنا في عبور كل دبابه الى الشرق. اعتقد ان هذه سمه العسكريه المصريه، ومهما مرت على مصر من ظروف تظل فكره الشرق وفكره العدو الاسرائيلي مهما لا. يعني اسمح لي للمقاطعه سياده العميد، بدا ان يعني جزء من الجيش المصري او الجيش المصريه تغيرت عقيدته فيما خصوصا بعد الانقلاب العسكري، فراينا يعني نزولا كثيفا لوحدات من الجيش داخل يعني داخل المحافظات يعني والقاهره والجيزه، ويعني تغيير للنظام السياسي في مصر، وبالتالي حضرتك بتقول لا ما اتغيرتش، ابقى العدو الاسرائيلي يعني هو العدو لدى الجيش المصري. الحرب الاسرائيليه الاخيره على غزه على الاقل في من الناحيه الاعلاميه في مصر اظهرت غير ذلك. يعني تفضل. يعني دعني اقول لك علينا ان نميز بين نظام سياسي وبين المؤسسه العسكريه. لا هذا لا يعني أنني ربما أضطرب نوعا من قطع العلاقة، ولكن طبعا بلا شك نحن نعاني كثيرا في مصر منذ 3/7 من انهيار العلاقات المدنية العسكرية على نحو خاص عندما تم ربما الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب. لكن دعني أقول لك أن أي نظام سياسي يعجز في أن يغير الثقافة العسكرية ربما التي ترتبط بالتاريخ وترتبط بالإنجازات وترتبط ربما بتيار الشهداء وربما ترتبط ربما باخفاقات وربما ترتبط بتواريخ. نحن ربما عيدنا القومي في 6 اكتوبر يرمز تماما الى القصه الاسرائيليه والى العمل في هذا الاتجاه. من يستطيع ان يلغي احتفالا عن 6 اكتوبر ومن يستطيع ان يذهب من ذهنه تلك الهزيمة لكن يعني عفوا المقاطعة مرة أخرى سيادة العميد، أنا أعلم ما فيش حد هيغير إن الاحتفال ب 6 أكتوبر، ويعني لكن من الممكن إذا أمر السيسي غدا وزير الدفاع بالذهاب للحرب ضد بعض الفصائل فصائل الثورة في ليبيا، يعني أفهم أن هذا سيحدث، أو بعض القوات تذهب لمحاربة داعش في سوريا أو في العراق، بالتأكيد سيحدث، سيستجيب وزير الدفاع وسيرسل هنا
وهناك، أليس هذا تغييرا للعقيدة العسكرية لدى الجيش المصري؟ أنا كنت أتحدث معك منذ قليل وقلت أن النظام الدولي والقوة العظمى فيه القادرة كانت على كشف مسار الطائرات التي قدمت من الإمارات إلى مصر، ولديها فرمة أرسولة كاملة من سفن الدفاع الأمريكية الشهيرة إيجيس، لديها وثائقها الكاملة عما حدث، وعندما ربما أظهرت عتابها القوي وأربع مسؤولين في وقت واحد يريد الإسلام تايم، ويصدر بعد ذلك بيان سريع من الاتحاد الاوروبي من اربع دول رئيسيه الاتحاد الاوروبي، المانيا، فرنسا، بريطانيا كما قلت لك، وايطاليا، ويضاف اليه من الولايات المتحده الامريكيه، هذا يعني ان النظام الدولي الذي ربما الان يدير العالم يعني ماذا يقوله، لن يخرج احدا من حدوده الى الخارج الا ربما برضا وباشاره وبقواعد اشتباك وضروره قد تكون قاسيه وقاسمه. دعني أقول لك أن ليبيا تحديدا تقع في نطاق مسؤولية الجناح الجنوبي لحلف الناتو، وشاهدنا كيف أديرت العمليات من القيادة الجنوبية للناتو في نابلي عندما كنا نتشرف معكم في ربما تحليل هذه الثورة الليبية الرائعة التي كانت في عام 2011. هناك منطقة مسؤولية للناتو، هناك أهل أوروبي يرتبط تماما بالشواطئ الشمالية القارة الأفريقية، هناك مصر، هناك مشكلة قوارب لاجئين، هناك ربما منظومات لجماعات إرهابية وجهادية في المغرب وفي عمق القارة الأفريقية، هناك قيادة أفريقية أمريكية أنشئت على عجل وهي تمارس أمورها. أعتقد أننا في نظام عالمي منضبط لا يستطيع أحد ربما أن يتصور أنه أصبح يسمح ربما بخروج إلى خارج. طيب، يعني أفهم من كلام حضرتك أنا مثلا لن تتورط مصر في عمل عسكري ضد في ليبيا ضد بعض الفصائل الثورة الليبية إلا برضا الولايات المتحدة الأمريكية، في هذه الحالة ستتورط عسكريا طبعا. الولايات المتحدة لن تقبل، ليس لها وكيل في هذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو قد استعراضا كبيرا واستعراضا عسكريا ربما كان أيضا رائعا في شهور العام 2011 في العمليات التي نفذت ضد النظام الليبي، لم يطلب من مصر تسهيلا جويا أو تسهيلا بحريا أو تسهيلا بريا. كان الجميع ينتظر في هذا الوقت أن تطلب الولايات المتحدة أو حلفائها، لكن التقنية العسكرية العالية والتقنيات يعني المرتفع الدقة والقدرات اللوجستية الكبيرة التي يتمتع بها حلف الناتو وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الآن في أن تنفذ مهام كبيرة إلى زوار دول لديها تسهيلات وربما لاعتبارات سياسية والاستراتيجية هي قد لا تريد أن تدخل مثل هذه الدول، ليصبح تصبح المسألة الليبية هي استثمارا أمريكيا خالصا، هي تدرس الصعوبة. لكن للحياة سيادة العميد، البعض بيتحدث على أن فرنسا الآن تسعى لعمل عسكري في ليبيا بمشاركة مصر والإمارات، ووزير الخارجية كان وزير الخارجية الفرنسي كان في زيارة للإمارات وفي زيارة لمصر، والتقى بوزير الدفاع المصري، التقى أيضا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك حديث عن أننا مقبلون بشكل أو بآخر على عمل عسكري فرنسي مصري إماراتي داخل الأراضي الليبية، هذا الكلام لا تراه صحيحا من وجهة نظرك؟ لا، أنا أعتقد أنني لا أراه صحيحا لاعتبارات كثيرة جدا. ربما البدء بأن فرنسا في حد ذاتها لا تستطيع القيام بعمل عسكري منفرد، حتى عندما ذهبت إلى مالي في عملية سمية عملية سرفال جاءتها طائرات سي 17 جلوبال ماستر من دنفر في الولايات المتحدة لتنقل لواء مشاة ميكانيكي تعداده حوالي 4000 جندي بمعداته من الأراضي الفرنسية إلى مالي، قدراتها اللوجستية ضعيفة، واضطر الرئيس الأمريكي أن يقدم دعما جويا وأن يقدم دعما بالطائرات بدون طيار وأن يقدم دعما استخباراتيا تماما. أريد أيضا أن أذكرك وأذكر الجميع أننا حتى في العمليات التي تمت ضد النظام الليبي في عام 2011 تركت الولايات المتحدة العمليات بعد 3 أسابيع في مفاجأة ضخمة لنا جميعا، وقالت أنها لن تنفذ مهام قتالية ولكن ستقدم دعم.
بعد حوالي أقل من شهر أصبح الأوروبيون يثقون ويستحون، ليس لديهم ربما ذخائر كافية، ذخائر التوجيه الدخيل. أنت نسأل في بعض الطلعات ألقت قنابل أسمنتية بتجربة الجميع ماذا تعني تدهور القدرات العسكرية الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أن ربما وزير الدفاع الأمريكي عندما ودع حلف الناتو في يونيو 2011 ربما وبخ كثيرا في خطاب وداعه الجانب الأوروبي عن التدهور الكبير الذي أصبحت عليه العسكريات الأوروبية. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر من الناحية العسكرية صعب. الأمر الثاني والخطير من المؤكد أن لدينا في المؤسسة العسكرية المصرية مخططين جيدين بلا شك ويدرسون ماذا يعني أن تعمل على مسافة أكثر من 1600 كيلومتر من حدودك، يدرسون تماما ويدرك الجميع أننا أمام شعب قام بثورة، ثورة دموية ليست ثورة مخملية كما فعل البعض في الشرق. يعني حضرتك أفهم من كلامك أن حتى تنفي فكرة ما أثير على أن مصر وقعت اتفاقية دفاع مشترك بينها وبين حكومة طبرق تتيح للجيش المصري التدخل في أي لحظة وبغطاء من قبل هذه الحكومة في الأراضي الليبية أو الشأن الليبي بشكل عام. يعني أفهم من كلامك أن تنفي حدوث ذلك يعني رغم ما حدث من تسريبات في هذا الموضوع. لا أنا لا أنفي، أنا لا أنفي تماما. عودة النفي تصبح على جانب النظام القائم في مصر ولا أؤكده، لكن أنا أنبه للأسف خطيرة للغاية. الشعب الليبي ربما في زخم ثورة، الشعب الليبي أنتج ثورة دموية، قبر أكثر من 60,000 من أفضل شبابه. الشعب الليبي عودنا حتى منذ الاحتلال الإيطالي أنه شعب يتمتع بكرامة كبيرة. الشعب الليبي وشرف التحليل العسكري لمعركته في 2011 قابلت كل المتنازعين من السيد محمود جبريل الجالس الآن في أبو ظبي ويقود ربما سياسيا معركة الكرامة، وهؤلاء الرجال الأعزاء من صرافة وطرابلس والزاوية وحتى جيزان المضادة لهم في أقصى الغرب، كان شعبا أكثر من رائع. أنا لا أتصور أن هذا النزاع سيستمر طويلا. هذا الشعب دفع ثمنا كبيرا لثوراته، لم يسمح بانقلاب العرب، لم يسمح بإعادة المؤسسة العسكرية لحكمه مرة أخرى. على الجميع أن يدرك أن هناك أثمان كبيرة وكبيرة للغاية، ليست أثمان مادية سواء من التكلفة أو الدم، ولكن مسائل هي مصر ذات قيمة كبيرة لم تخرج من صليبها إلا لتنشر الحق والعدل والحرية وربما الكرامه. دعنا نغلق هذا الملف سياده العميد وللوقت يعني ننتقل لملف اخر بدانا وهو الحديث عن التحالف الدولي الذي تم انشاؤه منذ ايام قليله ضد ما يعرف بتنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام. الحقيقه يعني الكثير بدا يتحدث على ان اهداف هذا التحالف غير واضحة، وهل يستدعي تنظيم الدولة الإسلامية حشد ما يقرب من تحالف من 40 دولة على مستوى العالم لمحاربة هذا التنظيم، أم أن لهذا التحالف أهداف أخرى؟ أنا سبقت في حديثي الذي تشرفت فيه معك منذ قليل وقلت أنه لا أحد يعلم مراحل الخطة العمليات إلا الرئيس أوباما وخليل تخطيطه. الحقيقة ما بتكلمش عن مراحل العمليات، بتكلم عن الأهداف، كيف ترى الأهداف عموما؟ هل هي فقط لداعش أم لأمور أخرى يعني؟ تفضل. دعني أقول لك أن لكل عملية أهدافها، والرئيس يراجع أهدافه حسب الإمكانيات، والرئيس يحدد ويدرس نقاط القوة والضعف لكل من قوات التحالف أو من دول التحالف. بعضها سيساهم عسكريا وبعضها سيساهم لوجستيا وبعضها سيساهم ماديا وبعضها سيساهم فكريا، لكن دعني اقول لك ان العهده دائما على الاداره الامريكيه. نحن حتى الان لا نستطيع ان ندعي، هناك حديث عن مراحل ثلاثه، مرحله بدات ومرحلتين قادمتين، يتحدثون عن عمليه عزل وتطهير حاليا لقوات الدوله او الدوله القوات داعش تحديدا في المناطق في سوريا والعراق، يتحدثون عن معارك او عمليات قادمه، مرحله قادمه لم يتحدث حتى الان تفقيتها
لربما عملية ما يسمى disruption أو عملية تفكيك كامل للدولة، ثم تنتهي الأمور بالهزيمة عندما يسيطرون على مبلغ كالرقة وربما الباب ومنبل في سوريا والموصل وتكريت والفلوجة في العراق. لكن نحن أمام كل هذه الأمور، أعتقد أن الهدف النهائي العملية لا يستطيع أحد أن يضع له تصور، لأن الدولة التي الجهد العسكري الرئيسي في هذه الأزمة الكبيرة التي هي أنتجتها الوحيدة، أنتجت هذه الأزمة منذ الغزو الأمريكي الغاشمي للعراق، هي الوحيدة التي تدرك ما هي الحدود. هل هناك تصور؟ قد أنا إلى حد أؤيده أنه ربما الهدف النهائي هو النظام السوري في دمشق، وهناك حديث في الأونة الأخيرة على أن أي عمل من نظامات الدفاع الجوية السورية بدعيا من الطائرات الأمريكية تعني إزالة منظومة الدفاع الجوي والطائرات السوري، وهذا طلبنا به يا أخ أحمد منذ بدء الثورة السورية. لا يمكن أن نتصور أن شعبا يترك تحت رحمة قوة جوية يساندها دوليا روسيا الاتحادية وإقليميا إيران وتترك لتقيم كل هذه المجازر وأعمال الإبادة الإنسانية. مجرد تحييد نظام القوات الجوية والدفاع الجوي للنظام السوري سيعني انقلابا كبيرا ومثيرا على الأرض في الداخل السوري. أنا أدري الرئيس الأمريكي هل في ذهنه هذا كأولوية أكبر من مجرد مسائل الموصل وتكريت والفلوجة والحزام الجنوبي والجنوب الغربي لبغداد. أنا تحدثت معك بصراحة كبيرة جدا أننا عندما تنتهي العمليات سيخرج الحديث كيف خططنا، ما هي أهدافنا، ما هي مهامنا، هل أنجزنا أم لم ننجز. لكن دعنا الكل يتصور أشياء، لكن بلا شك نحن أمام حرب طويلة، حرب لديها بعد إنساني خطير. النظام العربي حتى الآن تقريبا يتجه إلى كارثة كارثة جيوبوليتيكية كبيرة، لأنه كما أنت سألتني تماما لا ندري ما هي الحالة النهائية للإندستيت التي يريدها الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يدخل في مساحة دولة إسلامية قابلة للحياة جغرافيا وجيوبوليتيكيا وأيضا لديه القدرات الصحية. هل سيزيل الرئيس الأمريكي عن جانب الطائفة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط الإحساس بالمسؤولية؟ كلنا نتساءل، أو جزء كبير من الطائفة السنية دائما، لماذا نحن ندفع الثمن؟ لماذا نحن نحتل؟ لماذا نحن الاستبداد يأخذنا أشياء كثيرة الغاية؟ هل هينجح الرئيس الأمريكي في أن يخرج هذه الحالة النفسية أم سيزيدها تعقيدا؟ صحيح، وستكون له آثار مختلفة. لكن حتى نغلق ملف ليبيا وملف العراق بشكل عام، ملف الجيش المصري، ما هي خطورة كخبير عسكري، ما هي خطورة أن يشارك الجيش المصري في عمل عسكري خارج الحدود كمثال ليبيا أو العراق؟ خطورة ذلك على الجيش ما هي سيادة العميد؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، اليمن دفعتنا هزيمة يونيو 67، كان لدينا تقريبا 6 قوات النخبة الأفضل متواجدة على عدة آلاف من الكيلومترات عن جبهة سيناء التي كانت في لحظة ما أو سيولت في لحظة ما إلى جبهة حياتنا وقتلنا الرئيسية، وربما بهذا ربما وصلنا إلى يوم شعرنا به ربما بمآسي كبيرة. ما زالت حتى هذه اللحظة تطاردنا، وما زالت هذه اللحظة حتى هذه اللحظة تشكل عقبة ربما في السياسات وحتى العمليات العسكرية المصرية. أن تخرج بعيدا، هناك إنفاق لوجستي كبير، هناك مبرر أخلاقي. يعني دعني أقول لك أن دائما الجنود يفضلون دائما أن يكون لديهم هذا المبرر الأخلاقي. سيمي فرانسيس عاد إلى الرئيس جورج بوش الابن قبل دخول العراق وقال له حتى الآن لا أجد مبررا أخلاقيا يجبر قواتنا الأمريكية على الدخول في العراق. جنود يقولون لي الأفضل لنا أن نعود في صناديق كجثث على أن نحارب معركة ليس فيها هذا المبرر الأخلاقي. أنا أتحدث عن المبرر الأخلاقي،
ولا أتحدث عن مبرر استراتيجي أو مبرر اقتصادي أو ربما مبرر. وبالتالي يا سيادة العميد حضرتك تقول أن يعني إذا تورطت مصر في حرب سواء في ليبيا أو في العراق حرب عسكرية مباشرة ومشاركة مباشرة نحن نعيد تجربة اليمن وذهاب قوات مصرية إلى اليمن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرة أخرى وستمنى القوات بهزيمة كما حدث سابقا. أعتقد أنها مسألة كبيرة. أنت لا تتصور أن تعمل في مصر عمليات بعمق أزيد من 1600 كيلو متر. هذه المنطقة ربما تسارع فيها واحد من أفضل قائد المدرعات في العالم رومل الألماني والمارشال المنتلومبي البريطاني، وكلاهما نال ربما الأمرية ما بين العقيلة وما بين مرسى مطروح، وكنا نتحدث عن هذا كثيرا. هذا عمليات صعب بخطوط إمداد طويلة تطول خطوط إمدادك تصبح واحدة تقطع تكبر على التراجع. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم عرب وهم مسلمون وهم كل منهم على اختلافه لديه تصور لأي قضيته الوطنية. هو شعب ما زال حتى الآن أعصابه ربما محترقة من حجم القتل والدماء التي ربما أعملها فيهم النظام الليبي السابق، وبالتالي لديهم هذه العنجهية أو هذه وهذا الإحساس بالانتصار والانتشاء به، والأهم تلك الروح الوطنية. حتى لو اختلفوا سيتجمعوا دائما ضد من يتدخل خارجيا. نعم طيب. لدينا مشكلة كبيرة يا أخ أحمد في هذه الأيام تحديدا. لدينا نحن المصريين أمة غير متصالحة. هناك من العرب الكثيرين الذين يشعرون أنه ربما الجيش المصري سواء كان شعورهم على صواب أو خطأ ربما عمل على قمع ربما الصحوة الإسلامية أو التيار الإسلامي في ليبيا الذي تمثل ربما الركن الرئيسي للعالم العربي، وبالتالي ينظرون إلى أو يقومون لحظة ربما لتصفية حساب ما، وبالتالي سنذهب بجنودنا إلى بيئة مدنية أو بيئة بشرية حاضنة في غاية الصعوبة، غاية التأهب وغاية التحفظ. كل هذه أعتقد أن من يدير شؤون البلد في هذه اللحظة أعتقد أنه يتحمل جزء كبير من الرشادة الاستراتيجية، وربما يشعر أننا حتى عندما نتحدث معك أعتقد أن الأمة في بعض الأحيان في حاجه لمن ينقذها او على الاقل لمن ينصحها. طيب يعني ننتقل الى امر اخر سياده العميد. هناك صفقه بيع اسلحه روسيه الى مصر يعني وقعت بالفعل، واعتقد انها في طور التنفيذ خلال الفتره المقبله. فكره العوده الى روسيا مره اخرى وشراء الاسلحه الروسيه، هل ذلك يعني تغير في توجه مصر العسكري وخلق بديل او العوده لروسيا مره اخرى لتكون بديله عن الولايات المتحده الامريكيه ام ماذا؟ شوف، انا من الجيل الذي حارب، انا من الجيل الذي ربما حضرت معارك 67 و73. نعم. واعرف تماما مساوئ الجانب الروسي، أسوأ مورد في العالم. حتى مع الحديث عن المنافع الاقتصاديه لكنه سيء عندما يولي المسائل السياسيه والاعتبارات السياسيه والمصلحه السياسيه والسياسات الدوليه اولويه كبيره. لقد دخلنا اكتوبر 73 ونحن تقريبا على الحافه. كان الاتحاد السوفيتي قد قطع خطوط امداد قطع البيهار وتاخر كثيرا في اطار ربما منظومه الصواريخ البالستيه التي كنا نعتمد عليها في الردع. تحدث عن سياسه الديفانس او الوفاء واولى بمساله الحفاظ على ميزان القوى العسكريه لصالح اسرائيل حتى اللحظه الاخيره التي رفع فيها الرئيس السادات سماعه التليفون ليخبر ليونيد برجنيف قبل 48 ساعه اننا قررنا ان نقاتل من اجل ارضنا ومن اجل حريتنا ومن اجل كرامتنا. الاتحاد السوفيتي ووريثه روسيا الاتحاديه واحدة من أسوأ الدول. علينا أن نتذكر أن لنا معها تاريخ لم نخسره، على الأقل نحن الذين حضرنا حروب مصر وقاتلنا فيها. سأذكرك أنه ما زال حتى الآن يوقف فقط الصواريخ F-300 الدفاع الصاروخي عن إيران فرضية للاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة الأمريكية. دعني أذكرك أنه في أوقات كثيرة للغاية ربما تقاعس عن امدادنا ببعض انواع السلاح كانت حتى بعد
حرب 73 ستمكننا إلى حد ما من تعديل توازن عسكري صعب ما زلنا حتى الآن نعيش فيه. الاتحاد السوفيتي سيقدم لا سلاح، لكن علينا أن ندرك أنه مورث سيء سياسيا، وأن رمشة عين من الولايات المتحدة أو من إسرائيل. علي أن أضيف سريعا أن تقدم الآن الدعم التكنولوجي لروسيا في مجال خطير للغاية، وهو الحرب الإلكترونية والطائرات بعيد الطيران، لأن إسرائيل هي الدولة الثانية في العالم في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية. بوتين لن يتنازل عن التعاون مع روسيا مع إسرائيل، وإسرائيل طيب. لن تقبل أن يصل لنا نظام رغم كل السوءات التي ذكرتها يا سيادة العميد عن روسيا وعن السلاح الروسي، وهو أسوأ مورد سلاح على مستوى العالم والتجارب السيئة السابقة. إذن لماذا يتوجه النظام المصري مرة أخرى، النظام السياسي والسيسي والجيش، لعقد اتفاقيات سلاح مرة أخرى وصلت ل 3.5 مليار دولار؟ أعتقد أنه إذا كان حتى الآن لم تظهر التفاصيل، هل هناك جانب من طائرات القتال؟ وأعتقد أن لدينا على الأقل يعني ربما نظام التسليح F-16 ربما بأشكال متعددة وأنظمة متعددة، وإن كان الولايات المتحدة يعني حضرتك أكثر من خبرة، لكن قيل أنها معظمها أنظمة دفاع صاروخي. هذه الصفقة الأخيرة، هذا جيد منظومة الدفاع الجوي، هذا جيد، لأنه علينا أن ندرك أن شيء خطير يحدث لا يتنبأ إليه أحد. الآن إسرائيل الدولة الأولى في العالم في منظومة الدفاع المتراكب الصاروخي، يعني لديها نظام أرو 2 وأرو 3 يستطيع الآن أن يعترض صواريخ خارج الغلاف الجوي، لديه نظام باتريوت، لديه نظام ربما ماجيك 1، ولديه أيضا نظام القوة الحدية التي جهزناها في عمليات غزة. الولايات المتحدة انتقدت كثير، أريد أن أضيف شيئا على الجميع أن يتنبه إليه. إسرائيل تتدرب منذ 6 سنوات على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي F-300 أو التي قد تصل إلينا، لأنه يتدربون مع القوات الجوية اليونانية، وهم في تحسب لوصول هذه المنظومة سواء كان إلى سوريا قبل ربما أزمتها الأخيرة وإلى إيران. روسيا مع احترامنا الكامل للمجتهدين وهم لديهم نوايا طيبة ووطنية بلا شك، ولكن روسيا كتاب مفتوح سيعطي كل المواصفات الفنية التي نتصورها ولا نتصورها إلى الجانب الإسرائيلي. الأمر الثاني، كان علينا أن نواجه الولايات المتحدة الأمريكية. عندما أنشأت منظومة أرو عليها ووفرت منظومة الباتريوت ووفرت منظومة الماجيك 1 وانطقت على القبة الحديدية، هذا العمل أنا أعتقد أنه كان عملا هجوميا ضد مصر، لأن منظومة الصواريخ البالستية التي تشكل سلاح رادع لنا عندما تعطي الجانب أو الخصم، لا أقول عدو، خصم، تعطيه منظومات دفاعية قادرة على تحييد منظومات هجومية، أنا أعتقد أنها عمل عدائي. نحن نعاني كثيرا من النظام الدولي، لكن علينا أن نتنبه أن روسيا ليست موردا شريفا للسلاح. أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد صفوت الزيات الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معي عبر سكايب من القاهرة. شكرا جزيلا، وشكرا لكم موصول مشاهدين على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من حوار خاص. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.